السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله مالكم وطاعتكم. روي عن مولانا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم، حتى أنه يفسد فيه الفرج. كثيرة هي الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليه السلام، التي تضمنت تحذيرا شديدا من تحصيل المال الحرام، سواء عن طريق الكسب التجاري أو عن طريق الاستيلاء الغير شرعي بأي وجه كان، كما لو كان عن طريق التجارات المحرمة في نفسها، بيع الأمور المحرمة أو شراء الأمور المحرمة أو استئجار الأشياء المحرمة، أو كانت مشتملة على الأمور المحرمة كالغش والتزوير والتدليس والتضليل مثلا على المتبايعين، أو عن طريق السرقة والغصب وتصرف مال الغير بدون إذنه، بل حتى عن طريق منع الحق الشرعي وصرف المال الذي تضمن حقا شرعيا كالحقوق الزكوات وغير ذلك، هذا كله حرام. فالروايات تشدد على أن لا يقترب المؤمن من هذا العمل بأي صورة كان، وأن لهذا العمل مفاسد عظيمة دنيوية وأخروية، أما في الآخرة فإن في ذلك إثم عظيم وذنب كبير جدا، أكل المال الحرام والتصرف فيه، وكذلك عدم قبول الأعمال. لا يتصور البعض على أنه لما يصرف هذا المال في طريق الطاعة والعبادة أنه قد أحل له ذلك، لا، حتى لو صرفت المال في طريق الحج كما رأى الإمام سلام الله عليه، أو في العمرة، أو في صلة الرحم مساعدة في الأرحام، هذا العمل غير مقبول، بل لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا الإنسان لما يصرف المال في الحرام لا إشكال عليه الذنوب، وكذلك إذا صرفه في الطاعة تفسر الطاعة أيضا. قد البعض يكون عنده مال، ولكن بدل من أن يصرف هذا المال في سداد الدين الذي في ذمة للآخرين، تجده يصرفه في مثلا يقول: والله أنا بروح الحج، أو بروح العمرة، أو بروح زيارة الأئمة سلام الله عليهم. هذا العمل الذي تعمله غير مقبول، لأن أداء الدين وحق الغارمين مقدم على أن تصرف المال في غيره، لا يجوز لك شرعا، وكذلك إذا كان متضمنا للحقوق الشرعية، بل أيضا أن هذا يفسد بعض الآثار. ولهذا الإمام سلام الله عليه شنو يقول؟ يقول: حتى أنه يفسد فيه الفرج، يعني أنه المال الذي يصرف في شأن النكاح، هذا المال الحرام يفسد النكاح، يفسد العلاقة الزوجية، وكذلك يفسد الذرية أيضا، الذرية أيضا تكون فاسدة من هذا العمل. على هذا الأساس نقول أيها المؤمنون، لا بد أن يكون المؤمن على حذر شديد بأن لا يتناول مالا محرما، بل لا يتناول مالا مشبوها، حتى المال المشبوه عليه أن يتعفف عنه، والاحتياط في ماذا؟ في الشبهات. من أمور الاحتياط التي ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها هي الأمور المشتبه فيها، ومن مصادق الشبهات التي يجب على الإنسان أن يحتاط فيه هو أكل المال، فأكل المال عليه أن يبتعد عنه بأي نحو كان، وأن يجعل تحصيله له عن الطريق الحلال. عصمنا الله وإياكم
عن الحرام والشبهات إنه سميع بصير.